وسط مخاوف أمنية، السعودية ترسل أعضاء المجلس الرئاسي على دفعات إلى محافظة عدن. فلنتابع التفاصيل. وسط إجراءات أمنية مشددة، بدأت السعودية بنقل أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة والنواب إلى مدينة عدن جنوبية اليمن على دفعات. ووضحت السعودية أنها وضعت خطة لنقل أعضاء المجلس الرئاسي وكذلك أعضاء الحكومة على دفعات عبر مطار عدن، خشية تعرض أعضاء المجلس الرئاسي لهجوم صاروخي. وإن ثلاث طائرات وصلت بشكل متفرق في مطار عدن، وكانت السعودية قد نشرت مدرعات في محيط قصر المعاشيق الرئاسي، كما نشرت بطاريات باتريوت.